لعنة الإصابات التي طاردت العناصر الوطنية لفترة طويلة جعلت المدرب الوطني رابح سعدان يمنح الأولوية في بداية طرابلس كرومونتانا لعملية إعادة تأهيل العناصر المصابة وفق برنامج مكثف يسهر عليه طاقم طبي يتكون من 9 مختصين. صبيحة اليوم خضع الرباعي بوغرة حليج صيفي ومغني لتمارين خاصة تحت إشراف بروفيسور نادي إنتر ميلانو سابقا جيان نيكولا بسكوتو الذي سبق وأن ساهم في إعادة النجم البرازيلي رونالدو إلى مستوى العالمي بعد أن تكهن البعض باعتزاله المبكر. حالة بعض اللاعبين تستوجب عملا خاصا ولذلك سنتعامل مع كل حالة على حدا. عملت سابقا في نادي إنتر ميلانو الإيطالي وقد ساعدت لاعب النادي رونالدو في ذلك الوقت على العودة إلى الميادين. عيادة خاصة تتوفر على أحدث التجهيزات وضعت تحت تصرف أطباء المنتخب الوطني في فندق جولف بالاس حتى يخضع أشبال المدرب الوطني رابح سعدة لفحوصات يومية تحت إشراف الطبيب غلالي الذي ينتظر التحاق زميله الجزائري الدكتور شلبي في غضون الأيام القادمة قادما من قطر للسهر على صحة وسلامة التشكيلة الوطنية. كان الخدمة كان تحسن même si les progressifs pour certains joueurs beaucoup plus rapide pour d'autres bien sûr cela dépend toujours de l'état de la blessure. تحضيرات المنتخب الجزائري في اليوم الثالث من هذا التربص تبقى مقسمة على تمرينات خفيفة لبعض اللاعبين وعملية تقوية العضلات لآخرين بينما استفادت مجموعة أخرى من فترة للاسترجاع على غرار زياني ومطمور قبل الشروع في مرحلة الاستعداد الفني والتقني التي تنطلق غدا مع اكتمال التعداد. Par les examens qu'on a fait, les résultats qui sont sortis, ça m'a un peu surpris. Je suis habitué un peu en club à avoir, mais pas de ce niveau-là, parce que là, c'est du très très haut niveau. C'est même en club, on n'a pas ça. عملية إعادة تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية تبقى واحدة من أهم المراحل في هذا الطرابلس وكل المعطيات توحي وتؤشر بأن أغلبية العناصر إن لم نقل كلها إن شاء الله ستسترجع كامل الإمكانيات وتكون جاهزة لمواد الحسم بجنوب إفريقيا. هذا التفاؤل يرفع من حظوظ المنتخب الجزائري من أجل ضمان أحسن تمثيل ممكن. كريم عثمان مبعوث التلفزيون الجزائري إلى كرونس مونتانا سويسرا.